بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا القواعد المسلحة وابتدينا في الأعمدة والحيطة الأمامية، وإن شاء الله بعد صبة الحيطة والأعمدة هيبقى فيه المشاية والثلاث حوائط الباقيين. غيرت السيستم بتاع الحوائط وعملنا الرئتين كانت 8 ملي لان الحيطة هيبقى سمكها كبير شوية، فاضطريت ان انا اعمل رئة تانية، لكن التكلفة هي ما اتغيرتش. الشمعة 10 ملي كل 3 متر، لكن الحائط نفسه هيبقى 5 كانات في المتر، رئتين 8 ملي يعني. ده شكل الحيطة وده التسليح اللي طالع من القاعدة الشريطية. هنستلم النهاردة الأعمدة الوزنة، وهنستلم الوزنة بتاعت الحيطة. هما الناس لسه مخلصوش يعني، هما شغالين تقويات، فهيخلص وهبدأ استلم منه الأعمدة. ده شكل القواعد بعد الصب. عندنا الحيطة اللي جنب الجار، عندنا الحيطة الخلفية، عندنا الحيطة الجانبية. دول هيتصبوا مرة واحدة مع المشايات ان شاء الله. كانت الأعمدة 7 في المتر، ودي الحيطة رئتين 8 ملي، كفاية جدا، افضل من الطوب ونفس تكلفة طوب. واظن انا حسبت قبل كده وقلت تكلفة الحوائط شكلها ايه بالنسبة للطوب وبالنسبة للخرسانة. الشمعة ايه؟ زي ما انتم متعودين كل مرة احنا بنستلم وبنخلص استلامات، تاني يوم بيبقى فيه صبة وانا بصور الصبة عشان الناس تبقى فاهمة شكل الصب ايه وتتفرج على الحاجات اللي بتقابلنا كل مرة. يعني في كل صبة بيبقى فيه مفاجآت وبيبقى فيه مشاكل وبيبقى فيه المية زيادة شوية، خف المية، لا السن زيادة شوية، قلل السن، زود الرمل، كلام من ده. بنبدأ نظبط معيارنا وبنبدأ نشتغل، وواحدة واحدة الناس بتبدأ تتعود لحد ما بتمشي معانا. أنا شغال في الأعمدة دايما وأنتوا شفتوا قبل كده شغل كتير. لو مش هتشتغل خرسانة جاهزة يبقى لازم تشتغل الأعمدة أروان. لما تشتغل أروان أولا بتاخد سلامب كويس للخرسانة، مية مظبوطة لا قليلة ولا كتيرة، العمود ياخد أعلى إجهاد من الأسمنت. تشغل هزازك، ده الخرسانة اللي انت شايفها السلامب بتاعها عالي، ده هيبدأ يظبط ويبدأ يدك كويس ويبقى العمود الاجهاد بتاعه اعلى اجهاد. لو زودت مية عن كده الاجهاد هيقل، لو قللت المية عن كده العمود هيعش. هي نسبة وتناسب، زي ما انت شايفين القوام الملفوف ده هو ده افضل قوام للخرسانة. هتقول لي ليه وانت شغال اروان يعني ايه الفكره يعني انت ما تشتغل بالبراويت؟ هقول لك الاروان فيه ميزه. اولا الناس اللي بتشيل بالاروانه بيهتموا بموضوع ان الخرسانه تبقى ماسكه نفسها شويه عشان يقدر يحمل اكبر كميه فيخلص بسرعه.
عشان كده انا دايما اطلب لو انا هصب اعمده، لا صب لي قروان لو سمحت، انا مش هصب بالجد. لو عايز تشتغل كده في الحوائط اشتغل كده في الحوائط، الحوائط معلهاش احمال، لكن العمود ده شايل المبنى كله. Thank you.